دكتور حسام طلبه خبير الزواحف بالاتحاد العربي للحياه البريه والبحيره في جامعه الدول العربيه. برحب بحضرتك دكتور حسام. ازاي التعابين خرجت في توقيت واحد وبالحجم ده؟ حضرتك الاول احنا بنعزي الناس الثلاثه الثعابين السامه اللي ماتت كده، ايوه وفي نفس الوقت عايز اوضح جزئيه مهمه جدا. الثعابين في فتره تزاوج، الفتره اللي احنا فيها دي، طبعا بالنسبه للثعابين السامه اللي هو ثعبان الكوبرا، وده اخطر انواع الثعابين اللي بيعيش في دلتا وادي النيل كلها. بالنسبه للثعابين فتره التزاوج عمرها ما بتطلع بالكميات الكبيره اللي احنا بنشوفها على التلفزيون ونشوفها في منطقه الصعيد، الا اذا كان في هدم للموائل بتاعتها وتهديد ليها، يعني سواء بقى تجريف زراعه، تجريف ارض، هدم الموائل بتاعتها. فتبتدي بتروح في الاماكن الرطبه زي الغيطان والزراعه، الاماكن اللي فيها تربه او اماكن فيها ميه. تمام. ودي الاماكن اللي بتستخبى فيها وبتكون عرضه ناس دي تسبب في لدغات الناس. لكن بالنسبه للمقاومه بتاعتها حضرتك، طبعا ما فيش مقاومه سليمه تمت اساسا من الالف للياء. تمام حضرتك، يعني ما فيش حاجه اسمها بيض يتحقن بسم الثعبان الكوبرا، اصلا ما بيتغذاش على البيض، يعني مش فصيلته بيتغذى على البيض، ده بيتغذى على الفكره دي جت منين يا دكتور؟ حضرتك الكوبرا اصلا بيتغذى على الفئران والضفادع. انواع الثعابين اللي بتتغذى على البيض في مصر ثلاث انواع وغير سامين بالمره، الثعبان الجداري والثعبان الارقم البيض. طب وليه عملنا الموضوع ده؟ ما انا ما اعرفش الصراحه موضوع يعني دلوقتي تقال لنا ان دي لجنه فنيه وتم تشكيلها وهي اللي قررت انها استاذ ريان، تقوم بالتجربه دي. حضرتك معلش، فين سلوكيات الكائنات دي؟ مين يعرف سلوكيات الكائنات دي اصلا الا اذا كان واحد خبير فيها ومجاله حقيقي؟ واحنا قلنا فين الخبراء والمستشارين؟ انا موجود حضرتك، انا قلت الكلام ده وعلقت اكتر من مكان واكتر من جريده، وقلت الكلام ده ان الثعابين الكبر السامه يعني طريقه الوقايه منها مش ان انا اروح اقاوم اهدم الموال بتاعتها ولا امسك الفئران وازود هيجانها وخلاص تتحرك في اتجاهات اخطر وانتشار اخطر واوسع. تاني حاجه معلش حضرتك، دي بتتمسك ان كانت النسبه بتاعتها زادت عن الحد الطبيعي في منطقه معينه، لازم أن يتم اصطياد العدد الكبير منها على قد ما نقدر عشان نعمل موازنه بيئيه للمنطقه دي بس. ودي بتعمل دراسات وحصر الكميه، بيمر عليها الفتره بتاعت خلال الذروه اللي احنا فيها دي، وبعد كده في فتره الشتاء البيات الشتوي بيتم التحكم فيها بشكل عام وبتنتهي المشكله. تمام. هو اللي حضرتك بتقوله ده معناه ان مفيش تقريبا يعني استشاره فنيه حصلت خالص اولا. ثاني حاجه معلش، في لدغات التعليم مفيش اصلا توعيه للاطباء اللي موجودين في وزاره الصحه. دي نقطه مهمه. بنوع لدغه الثعبان اساسا السامه من غير السامه، هو المفروض انه الطبيب يعني دلوقتي بيتعامل معاها كلها سواء زي بعض. سم. يعني ثعبان ممكن انسان يكون عضه ثعبان وهو اصلا خايف جدا، فبيروح للدكتور انا عضني ثعبان، ونسبه حالته النفسيه والتوتر بتاع الاهل والاسره اللي معاه اكيد بيروح معلش طبيعي بيديله مصل. المصل ده ليه حساسيه، حساسيه عاليه جدا، لو ما كانش خد ياخد حساسيه المصل ممكن الانسان يموت من المصل، واحنا مش عايزين نقول الكلام ده لان هو اكيد طبعا اي دكتور هيدي المصل مع الحساسيه، بس خوف الشخص الملدوغ بتعبان غير سام زي الست اللي ماتت، او اللي قصدي سوري اللي اتعضت في بيت، طبعا كلمه وجود تعبان في بيت ويعض ست ده 90% غير سام، لان معظم التعابين اللي بتعيش في البيوت اساسا غير سامه، حتى التعبان الكبرى ما عندوش الجرأه ان يخش على بيت. طب ازاي يا فندم؟ ازاي؟ يعني ازاي وهو دلوقتي كان بيأكد الدكتور نصيف انه الحالة التانية اللي توفت كانت لدغة تعبان في بيت؟ هنا حضرتك اللي بتتكلم فيها الجسم نفسه، لو حللنا السم اللي موجود فيه حضرتك هتبقى دعم القاطع للكلام اللي انا بقوله. التعبان السم ما بيعيش في البيوت، والا كان كل يوم نسمع حالات وفاة على مستوى الجمهورية. حضرتك ما فيش الكلام ده. أنا خبرتي أضمن عن جد، وعندي معلش أكبر مزرعة لتكاثر الزواحف على مستوى الشرق الأوسط. وانا بتكلم بناء على خبره وعن يقين. التعبان اللي ممكن عضمه طيب. التعبان غير سام راحت بحاله توتر عالي جدا. طيب هو ايه المانع؟ يعني ليه حضرتك يا فندم مستبعد ان هو يبقى داخل البيت عن طريق الخطا يعني؟ حضرتك لو حتى دخل عن طريق الخطا، التعبان السام بيحس بالانسان وبيحس بالكائن الحي الموجود عن طريق 105 متر. يعني حضرتك عنده كل معلومات الاستشعار عن طريق اللسان وعن طريق الجهاز ربنا خلقها فيه. الحركه بتاعت الانسان الفايبريشن بيعرف وزن الكتله ان كان كائن حي في البيت او طار يروح ياكله ولا انسان يهرب منه. حضرتك الداتا اللي بياخدها الثعبان السام مش سهله. الكوبرا كمان اللي هي السامه اللي هي عضت الناس وموتتها ما بتهاجمش، هي بتدافع بترفع رقبتها كده. هو دلوقتي اللي عضت الناس اللي تسببت في حالات الوفاه دي كوبرا؟ دي كوبرا، ما فيش غيرها هي اللي بتعيش في دلتا وادي النيل ومنطقه المحموديه والنيل كله بتاع مصر، ما فيش طريشه ولا اي نوع من انواع السامه ثاني.
هي الكوبرا المصريه، ودي اللي بتعض الانسان وتموته من ثلث ساعه لحد ساعتين حسب توترات الدم وانفعال الشخص. دي خطورتها، دي خطورتها قد ايه يا فندم؟ دي خطورتها قد ايه؟ هي عموما يعني من اشهر اسماء التعابين طبعا. خطرة جدا، من اشهر التعابين تسمى على المستوى العالمي في المرتبه الرابعه عالميا. الكوبرا المصريه الاسم اللاتيني بتاعها ناجي هاجة. ودي ايه اللي يعني خلاها تتربى وتوصل للحجم ده في محافظات عندنا؟ يعني النوع ده اللي واخد المرتبه الرابعه في انه نوع سام من التعابين. بص حضرتك، احنا كانت الاول الكوبرا دي نسبه وجودها في الطبيعه قليله جدا، مش قليله، نسبتها متوسطه بسبب ان معمل مصر للقاح كان وزاره الصحه على حجم طلب عالي من النوع ده. تمام. وحصل اكتفاء من النوع ده في وزاره الصحه، او ما بقناش نورد ليها ومحدش بيطلع يصطاد، ومش مسموح كمان بتصديرها، يعني المفروض يتسمح بتصدير الانواع دي عشان يتم الصياده ويحصل المعادله والتوازن البيئي للنوع. فمفيش حد بيصطاد. فابتدت تفضل وتتغول وتوصل، ونسبه التكاثر بتاعها الله اكبر ومحدش بيشوفها. يعني هي بتزيد وبتتكاثر ومحدش، غير مرئيه. غير مرئيه، فاحنا دلوقتي طريقه المقاومه، استاذنك عشان ما اطولش حضرتك. اتفضل اتفضل. ان احنا دي بيتم اصطيادها بتتكل لجنه من خبراء من حضرتك حيوانات الجيزه من وزاره البيئه والمحليات المحافظه التابعه ليها، ويتم تشكيل اللجنه دي ويتم حصر المنطقه عشان ما تنتشرش لاتجاه الشمال، لان احنا فتره التزاوج. فتره التزاوج الذكر بيفرز هرمون. وحضرتك متوقع زيادتها انتشارها لاتجاه ثاني، يعني هتروح محافظات ثانيه. اتجاه الشمال، المنطقه اللي شمال منطقه ميني السعيد هتبتدي تتنقل ليها. فانا لان حضرتك موسم التزاوج مستمر لامتى؟ يعني الموسم بتاعها، الموسم التزاوج بيبدا من شهر 6 لحد شهر 9. احنا قاعدين في التوتر ده لحد شهر 9. وهنا حضرتك اللي انا عايز اقوله، الانثى بتفرز فرمون، الفرمون ده اسمه اللي هو قابل، والذكر بيفرز فرمون اسمه كانديد. بيحصل اتجاه هجره عن طريق الذكر من الشمال، من الجنوب للشمال، ومن الانثى من الغرب للشرق. طيب هي دي طبعا تفاصيل، يعني انا بشكر حضرتك. انا بشكر حضرتك طبعا، دي تفاصيل يعني انا شايفه انه اللجنه تستفيد بيها، وهي الاولى انها تسمعها، لانه زي ما حضرتك بدات الكلام وقلت، يعني التجربه اساسا اللي تمت علشان يتم القضاء على كل التعابين دي تجربه غلط، لانه مش ده النوع اللي بيتم القضاء عليه باسلوب حقن البيض وسمه وكل اللي قلناه في اول الخبر. المستشارين والخبراء موجودين عندنا في مصر، واهل العلم موجودين عندنا في مصر ومستعدين، ومعانا هم دلوقتي على التليفون ومش متاخرين. والسؤال الاكبر، هم ليه مش موجودين في اللجان اللي بتتشكل دي؟